السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج في أسبوع، نبدأها بحوصلة لأبرز أخباره. والبداية من الجمعة الماضية، حيث أكد بيان للمكونات الاجتماعية والسياسية بمدينة الزاوية أن المصالحة الوطنية اختصاص أصيل لمجالس الحكماء والأعيان وفق نص القانون، وأنه لا تنازل عن ثوابت ثورة فبراير التي ضحى من أجلها الشهداء وفق ما جاء في البيان. الحبيبة عامة ومدينة الزاوية خاصة، من ظروف استثنائية وفي ظل الانقسام السياسي، فإننا نؤكد على الآتي: إن ليبيا وحدة واحدة، وإن مجلس الحكماء والأعيان هو المكلف بالشأن الاجتماعي وفق قرار 37 لسنة 2015، وإن المصالحة مطلبنا وفق قانون العدالة الانتقالية، وإن المصالحة الوطنية اختصاص أصيل لمجالس الحكماء والأعيان وفق القانون 37، لا تنازل عن مبادئ وثوابت ثورة 17 فبراير التي ضحى من أجلها الرجال، وإن من يمثل المصالحة أولياء الدم وأصحاب الحقوق والجرحى والسجناء من ثوار 17 فبراير صدر بميدان الشهداء بمدينة الزاوية يوم الجمعة 13/1/2023. الجمعة أيضا شهد ميدان الشهداء بطرابلس مظاهرة بعنوان لا مصالحة دون قانون نزيه وعدالة انتقالية، ورفع المتظاهرون شعارات رافضة لما وقع خلال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الذي شهد مشادات بسبب رفض ممثلين للنظام السابق النشيد والعلم الوطنيين، حيث أكد المتظاهرون أن المصالحة يجب أن تمر عبر مراحل يتم فيها جبر الضرر وتحقيق العدالة للضحايا. قانون 4 الذي أقدمت عليه وفعلته المنظومة القديمة وتداعياته ما زالت حتى يومنا هذا، من ذلك ما يتعلق بالتعويضات. تعلمون أن المصالحة لابد لها من أن تمر بخطوات، منها الاعتراف والمصارحة، ثم القضاء النزيه والعدالة لرد المظالم ولجبر الضرر. فمن الذي سيقوم بذلك؟ وما هو الضرر الذي سنرده إن لم نرد ما يتعلق بقانون 4 الذي أقدمت عليه وفعلته المنظومة القديمة وتداعياته ما زالت حتى. وفي مصراتة تظاهر مواطنون أمام قاعة الشهداء بالمدينة رفضا لما جرى خلال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة، مطالبين بجبر الضرر ورد حقوق المظلومين والقصاص ممن ارتكبوا الجرائم قبل الحديث عن المصالحة. وأكد المتظاهرون أنه لا تنازل عن الثوابت الوطنية التي من بينها الراية الوطنية ونشيد الاستقلال. في يوم الجمعة أيضا في شأن آخر، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة مستمرة في العمل من أجل تمهيد الطريق للانتخابات والمضي قدما بليبيا إلى بر الأمان. وجدد براس خلال مؤتمر صحفي في واشنطن دعم بلاده وتأييدها بقوة لعمل المبعوث الأممي عبد الله بتيلي. وعودة لملف المصالحة، أكد بيان لنشطاء الميادين وقادة ثوار مصراتة يوم السبت أنه لا يمكن أن يكون هناك مشروع مصالحة قبل انتخاب جسم تشريعي موحد وحكومة موحدة تقتصم من الظالم وتنتصر للمظلوم. وحمل البيان المجلس الرئاسي وممثله في الملتقى عبد الله اللافي مسؤولية ما جرى خلال الملتقى التحضيري للمصالحة. لاختيار الأطراف المعنية بالخصوص، وكان المشروع عبارة عن صفقة سياسية للتغلب أنصار النظام السابق على ثورة 17 من فبراير عليه، فإننا نؤكد على الآتي: العمل على تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير والتي هي
والتي هي خط أحمر لا يمكن التفاوض عليها. نيم، لا يكون هناك أي مشروع للمصالحة قبل انتخاب جسم تشريعي موحد وحكومة موحدة تقتص من الظالم وتنتصر للمظلوم. الله أكبر. وتحقيق العدالة الاجتماعية. في مصراتة أيضا أكد المجلس البلدي مصراتة أن المدينة وجميع مكوناتها ترفض رفضا قاطعا ما جرى خلال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة. وأكد بيان للمجلس البلدي مصراتة السبت أن أي مصالحة يجب أن تبدأ بمحاسبة المجرمين وتعويض المتضررين وجبر الضرر الواقع عليهم. من أحداث خلال أحمال الملتقى والتي نعلن استهجاننا ورفضنا القاطع لهذه الأعمال وما نجم عنها من مخرجات، إن مدينة مصراتة وبكل مكوناتها كانت ولا زالت وستبقى مع تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية والشاملة التي ترتكز على الإعلان الدستوري وقانون العدالة الانتقالية وتقديم الجنان للعدالة، وأن تكون المصالحة على أسس ومبادئ فبراير التي فتحت ذراعيها لكل أطياف ومكونات الشعب الليبي لبناء دولة القانون والمؤسسات التي ضحى من أجلها الآباء في دولة الاستقلال وناضل من أجلها الأبناء في دولة فبراير المجيدة. عليه نؤكد على الآتي: 1. تمسكنا بمبادئ وقيم وتوابت ثورة 17 من فبراير والتي لم ولن نسمح بالمساس بها والتنازل عنها تحت أي ذريعة. 2. رفضنا التام لأعمال الملتقى والتي شابه القصور في كل جوانبها، وأن ما حدث لا يعدو عن كونه صفقة سياسية مشبوهة ولا يصل إلى كونه مبادرة حقيقية للمصالحة. 3. عدم اعترافنا والتزامنا بمخرجات هذا الملتقى لكونها لم تستند لأحكام شريعتنا الإسلامية وأسس العدالة الانتقالية والأعراف والتقاليد الليبية، وأن مدينة مصراتة هي جزء رئيسي من أي مشروع حقيقي للمصالحة بالجميع وللجميع. 4. نحمل المجلس الرئاسي وممثله بملف المصالحة المسؤولية الأخلاقية والقانونية حيال التلاعب بملف المصالحة والمساس بمبادئ فبراير والسلم الاجتماعي. عاشت ليبيا حرة واحدة موحدة. وفي استمرار لردود الأفعال الرافضة لملتقى المصالحة، أصدر مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى بياناً الأحد استنكروا فيه التعرض لما أسموه الثوابت والمسلمات الوطنية فيما سمي بالملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية الذي عقده المجلس الرئاسي بطرابلس على مدار الأسبوع الماضي، واعتبروا ما جرى فيه عبثاً والتفافاً على لب القضية المتمثل في العدالة الانتقالية برؤيتها الشرعية التي نص عليها الإسلام الحنيف. وأكد الحكماء والأعيان في بيانهم رفضهم لأي مصالحة بدون عدالة انتقالية، كما أكدوا عدم المساس بثوابت دولة الاستقلال، محملين المجلس الرئاسي المسؤولية كاملة عما أسموه تعميق الصراع والخلاف حال استمراره في اتباع نهج المغالبة في تسيير ملف المصالحة وعدم وجود عدل في تمثيل أطراف الصراع بحسب ما جاء في البيان. وفي أخبار الأحد أيضاً، حيث انطلقت صبيحته في مراقبات التربية والتعليم بكامل التراب الليبي الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول وامتحانات الفترة الأولى لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022-2023 والتي تستمر حتى 26 من يناير وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم. ونبهت الوزارة في بيان لها التلاميذ المتقدمين لخوض الامتحانات على عدم اصطحاب الهاتف المحمول وآلات التسجيل والآلة الحاسبة المخزنة، إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى كل ما يتعلق بالمواد الدراسية من كتب ومذكرات وكراسات داخل قاعات الامتحانات، مؤكدة أن اصطحابها يعتبر حالة من حالات الغش.
انطلقت اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 يوم الأحد في مدينة سرت برعاية المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وبحضور مراقبي وقف إطلاق النار الدوليين والليبيين. وأعلن باتيلي خلال الاجتماع إطلاق العمل المشترك بين الفريق الدولي لمراقبة وقف إطلاق النار والمراقبين الليبيين، حاثاً اللجنة العسكرية المشتركة على مواصلة العمل من أجل تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أهمية المسار الأمني من أجل خلق بيئة سياسية مواتية بحسب باتيلي. أفادت مصادر إعلامية نقلاً عن مصدر مقرب من الرئاسي أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عقد لقاءً مع خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح يوم الأحد في القاهرة. وذكر المصدر أن اللقاء الثلاثي تضمن مناقشات لضمان التوافق حول تشريعات انتخابية توافقية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويعتبر هذا اللقاء هو الثاني الذي يجمع المنفي وحفتر خلال أسبوع واحد في القاهرة دون أن ترشح أي نتائج عن اللقاء الماضي. الاثنين وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إن اللجنة العسكرية المشتركة اتخذت خلال اجتماعها في سرت حزمة من القرارات المهمة بشأن بعض القضايا المتعلقة بدول الجوار والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب. وأضاف باتيلي أنه عازم على دعم العملية الأمنية والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار لإحلال السلام في ليبيا، داعياً المجتمع الدولي لمساعدة ليبيا وتقديم الدعم للجنة العسكرية 5+5. Our determination to assist, to support the process of the security, the process of the peace process generally in Libya. وهو عزمنا على دعم العملية الأمنية ودعم إحلال السلام في ليبيا. To make it sure that the ceasefire agreement holds and even go beyond that to restore peace and stability in Libya. وللحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بل وأكثر من ذلك أيضاً لإعادة بناء السلام والاستقرار. قال رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة إن أكبر تحدي أمام الليبيين اليوم هو أن يكون الشهداء نور الطريق وبوصلة الاتجاه نحو عزة ليبيا، وأن تكون نهاية المراحل الانتقالية انتخابات وطنية تنهي الأجسام التي قال إنها تريد تضييع تضحيات الشهداء. بالنسبة لنا اليوم وهو أن يكونوا هم نور طريقنا وبوصلة اتجاهنا نحو المحافظة على وحدة ليبيا وعزة أهلها، وأن تكون نهاية هذه المراحل الانتقالية. منذ انتصار ثورة 17 فبراير هي انتخابات وطنية تنتهي وتنهي عبث كل الأجسام التي تحاول تضيع تضحيات شهداء ليبيا وشهداء 17 فبراير. هذا. وفي إشارة إلى ما جرى في ملتقى المصالحة أكد دبيبة أن الراية الوطنية التي رفعها الليبيون في ثورة فبراير هي من الثوابت الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها بشكل من الأشكال. ما قدمه أبطال وشهداء وأبطال حتى الحيين منهم من 17 فبراير لإعلاء راية التحرير وراية الاستقلال، هذه الراية لم يصنعها أبناء فبراير فقط، هم صنعوها أبناء اللي حررونا من الاستعمار وحولوا في استقلال ليبيا، ولا بد من رفعها والالتزام بها. هذه الراية ولا يمكن راهو إن إحنا بنجادلوا فيها ولا بنبيعوا ونشروا فيها ولا نتكلموا عليها. هذه الراية وهذه النجمة والهلال رانا إحنا، هو هذه طريقنا إن شاء الله، والطريق مازالت طويلة، ولكن بالصبر
بعون الله هنصل إلى مبتغانا. ما قدموا. وفي ملف المصالحة أيضا، قالت الهيئة الطرابلسية في بيان لها يوم الاثنين إن المصالحة يجب أن تشمل جميع المتضررين من الجرائم والانتهاكات التي نفذها وقام بها النظام السابق، من مصادرة أملاك المواطنين إلى تنفيذ الإعدامات ونصب المشانق والتعذيب والإخفاء القسري والاعتقال. وأكدت الهيئة في بيانها أن مصالحة بدون عدانة انتقالية ورد للحقوق وجبر الضرر هي في الواقع ليست مصالحة، وإنما هي ترسيخ لمبدأ الإفلات من العقاب بحسب البيان. وقال عدد من أهالي وثوار مدينة مسلاتة في بيان لهم الاثنين إنه لا تنازل عن ثوابت وأهداف ثورة 17 من فبراير. وأكد بيان الأهالي والثوار أن المصالحة هي اختصاص أصيل لمجالس الحكماء والأعيان بنص القانون، معتبرين ما جرى في فندق كورنثيا صفقة سياسية لا علاقة لها بالمصالحة. 17 من فبراير التي ضحى من أجل الرجال وقدموا أرواحهم ودماءهم الزكية فداء لهذا الوطن. ثالثا، نؤكد على أن المصالحة الوطنية من اختصاص أعيان وحكماء المدن الليبية بناء على قرار 37 لسنة 2015 ميلادية. رابعا، نطالب ونؤكد على أن يكون أهالي الشهداء والجرحى والمبتورين الطرف الأول في المصالحة. خامساً، يعتبر ما حدث في فندق كورنثيا عبارة عن صفقة سياسية لا غير، وليست لها أي علاقة بالمصالحة الوطنية. لا تنسى. الثلاثاء، وفي شأن آخر وتحديدا بشأن القاعدة الدستورية، قال رئيس برلمان طبرق عقيل الصالح إن المعروض حاليا هو مشروع دستور وليس مجرد قاعدة دستورية، مضيفا أن الدستور يتطلب استفتاء عليه من الشعب. واعتبر عقيل في كلمة له خلال جلسة برلمان طبرق الثلاثاء أن تقاربهم مع المجلس الأعلى للدولة مجرد تقارب لفظي لم ينتج عنه عمليا أي شيء. فيما يتعلق بوجود قاعدة دستورية، الآن حقيقة اللي معروض مشروع دستور وليست قاعدة واحدة، والدستور حتى يكون دستور لازم يستفتح عليه الشعب. مجلس الدولة الحقيقة يعني يحصل تقارب لفظي يعني، لكن أقوال يعني تتم، ولكن الحقيقة الأفعال لم يعني ينتج أي شيء عن هذه العملية. استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رئيس المخابرة التركية هاكان فيدان الذي أجرى زيارة الثلاثاء للعاصمة طرابلس. وجرى اللقاء بحضور وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش وعدد من الوزراء والمسؤولين الليبيين والأتراك، حيث بحث الجانبان الملفات ذات الاهتمام المشترك على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. وتأتي زيارة رئيس المخابرات التركي بعد أيام من زيارة مدير الاستخبارات الأمريكية CIA ويليام بيرنز الذي التقى خلالها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وبحث معه ملفات الإرهاب والنفط والغاز إلى جانب تواجد القوات الأجنبية على الأراضي الليبية. وإلى أخبار الأربعاء، حيث أرسلت حكومة الوحدة الوطنية 96 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية كالسكر والزيت والدقيق والأرز إلى تونس التي تشهد أوضاعاً اقتصادية صعبة منذ الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد والتي اعتبرتها المعارضة انقلاباً على الشرعية. وقالت السفارة الليبية في تونس إن دفعات أخرى من المساعدات في طريقها إلى تونس تبلغ 170 شاحنة. استقبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة صباح أمس الخميس وزير الدفاع والأمن الوطني المالطي بايرون كاميليري ورئيس المخابرات العامة ومدير شؤون الرئاسة المالطية وقائد القوات المسلحة بحضور رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد.
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، إضافة لمدير مكتب وزير الدفاع ومدير الشؤون الخاصة لمجلس الوزراء. وبحسب ما نشرت الحكومة، فقد تم خلال اللقاء مناقشة نتائج اجتماعات الوفد المالطي مع وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة، واعتماد كافة مخرجات هذه الاجتماعات. وأكدت بيبة خلال اللقاء أهمية تطوير التعاون مع مالطا في كل القطاعات الحكومية، وتعجيل افتتاح قنصلية عامة لها في بنغازي، وفتح المجال الجوي بين مطار بنينة ومطار فاليتا بعد فتحه بطرابلس ومصراتة. ونختم حوصلتنا الإخبارية الأسبوعية بهذا الخبر، حيث أصدر رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيب أمس الخميس قراراً بمنح إجازة للجهات العامة وما في حكمها ببلديات طرابلس الكبرى يوم الأحد المقبل الموافق للثاني والعشرين من الشهر الحالي، بمناسبة انعقاد المؤتمر التحضيري لاجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس، وذلك تجنباً للازدحام وعرقلة حركة السير، على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية بحسب ما جاء في القرار. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، كانت هذه الحوصلة إخبارية مختارة لأبرز أخبار وأحداث هذا الأسبوع، نناقش أهمها مع ضيوفنا الكرام. معي من استوديوهاتنا في مصراتة السيد فيصل معيتيق الناشط السياسي والمدني، أيضا معي عبر سكايب من طرابلس الدكتور إلياس الباروني أستاذ العلاقات الدولية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت، معي عبر سكايب من طرابلس. أرحب بضيفي الكريمين جميعا، ولعلي أبدأ مع سيد فيصل المعيتيق. سيد فيصل، هذا الأسبوع في بداياته شهد موجة من ردود الأفعال الشعبية والرسمية الرافضة والمستنكرة لما جرى في ملتقى المصالحة، يعني هذه البيانات مع اختلاف الجهات الصادرة عنها والمدن وحتى الجهات السياسية الصادرة عنها كلها اتفقت في رفض ما جرى في ملتقى المصالحة، لماذا برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحييك أخي عبد الرحمن ونحيي الدكتور إلياس وكل مشاهدينا مشاهدي قناة التناصح، قناة الثورة وقناة صوت الحق. أخي عبد الرحمن، بالتأكيد يعني هذا أمر يعني لا يمكن أن يمر مرور الكرام، هذا حدث نعتبر احنا يعني جزء من سلسلة التآمر على ثورة 17 فبراير على مشروعنا في الدولة المدنية، ولذلك يعني هذا الأمر صدم كل أوساط فبراير وكل الوطنيين الشرفاء الحالمين بالدولة المدنية، فهذه مؤامرة يعني مؤامرة كبيرة جدا بعد هذه الأحداث وبعد هذا المشوار اللي ضحى فيه يعني أبناء ثورة 17 فبراير بالغالي والنفيس، يعني يتوج بهذا الشكل يعني انحدار ووقوع في 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 هذا الشرك، يعني هذا شرك، هي ليست مصالحة إطلاقا، هي زي ما عبروا عليها الإخوة في البيانات يعني هي يعني موضوع صفقة سياسية، يعني بصراحة قادها يعني بعض ضعفاء النفوس، يعني والله أعلم يعني شني خلفياتهم، يعني هل الأمر دبر بطريقة استخباراتية من جهات معينة تناسب العدالة ثورة 17 فبراير، ربما نقوله حتى للربيع العربي، يعني من ضمن المؤامرة الكبيرة، يعني مش معقول إنسان هو ينسب في نفسه تو آخر شيء لما خرج ينسب في نفسه لثورة 17 فبراير، معقولة يتصرف بهذا الشكل؟ يعني شخص ينسب في نفسه لثورة 17 فبراير يعني وما تحلم به وما تسعى إليه من إقامة النظام المدني دولة مدنية للتصدي طيب لدولة العسكر لهذا المشروع اللي يهدد وصفت ما جرى في هذا الملتقى يعني بأنه مؤامرة. أستاذ يعني سيد فيصل معيتيق،
هذه المؤامرة لماذا تهدف برأيك؟ يعني المصالحة في النهاية يعني مطلب أو شعار جميل يتم رفعه، ولا أحد ربما يرفض المصالحة في المطلق، فما هي المؤامرة التي تحاك باسم هذا الشعار ولماذا تهدف؟ بالتأكيد ما فيش حد حتى في البيانات ولا أحد يعني رفض موضوع المصالحة من ناحية المبدأ. هي المصالحة وهذه كانت من ضمن استحقاقات المؤتمر الوطني، يعني هذا كان الأمر ممكن حتى يتم في 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 بداية ثورة 17 فبراير في تتويجها للقضاء على الطاغية، فكان يعني من ضمن الاستحقاقات للمؤتمر الوطني العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. يعني لولا يعني سماحة ثورة 17 فبراير اللي سمحت للكل أن يشارك وأن يكون جزء من 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 بناء الدولة وجزء من استقرار الدولة، ودخلوا في 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 الانتخابات ونجحوا وكانوا أعضاء، هم نفسهم من كل طوائف الوطن، يعني حتى من اللي يعتبروا نفسهم ما يسمى بالخضر. أعود يعني سؤال كانوا داخل سؤال حول المؤتمر، وهم من عطل أستاذ من عطل العدالة الانتقالية. نعم، لماذا تهدف هذه المؤامرة؟ هو التفاف على العدالة الانتقالية، هو محاولة تثبيت يعني هذا هذه الزمرة، هذا المجرمين، هؤلاء المجرمين باسم سبتمبر، هم لا يمثلوا سبتمبر أستاذ عبد الرحمن، هذين لا يمثلوا سبتمبر الأولى، لا يمثلوا سبتمبر، هذين يمثلوا الانقلاب على سبتمبر، هذين يمثلوا الأدوات التي استخدمها معمر في انقلابه على سبتمبر وتثبيت حكمه القبلي الدكتاتوري الطائفي، هذه ما لا يمثلوا سبتمبر اللي حملت النوع من قيم كانت تلك المرحلة تستدعيها نتيجة الصراع العربي الصهيوني ونتيجة الهزيمة اللي حدثت في 67 ونتيجة الخطاب القومي. هذه كانت سبتمبر الأولى استجابة، وكانوا منها يعني أعضاء من مختلف المدن الليبية، ثم انقلب عليها ذلك المجرم وأحالها إلى حكم دكتاتوري قبلي مستبد متخلف. هذه كانت أدواتها، تخالف رؤية السبتمبريين. هذه كانت أدواتها لا يمكن. نعم واضح. دعنا نشرك معنا الدكتور الدكتور إلياس الباروني، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور إلياس، أجدد الترحيب بك في هذه الحلقة من برنامج في أسبوع، والذي نتناول فيها أو من محاورها ردود الأفعال التي شهدها هذا الأسبوع الحقيقة، بداياته نهاية الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع، يعني شهدت حملة من ردود الأفعال المستنكرة والشاجبة لما جرى في ملتقى المصالحة الذي أرعاه المجلس الرئاسي. سؤالي هو، المجلس الرئاسي عندما يضع هدف له تحقيق المصالحة أو إدارة ملف المصالحة، على أي أسس يعني يسير المجلس الرئاسي في إدارة هذا الملف؟ هل هناك منهجية واضحة، أسس واضحة له في إدارة ملف المصالحة، أم أنه كما يقال يسير على غير هدى، أم أن كما وصف فيصل معيتيق يحيك مؤامرة ربما أو يقع في شرك مؤامرة ضد ثورة فبراير؟ بداية أحييك أخي عبد الرحمن، محيي أيضا الأستاذ فيصل معيتيق ومشاهدي تناصح. شهدت المدة الماضية مسألة المصالحة في على الرقعة، وحاولوا البت فيها. تعلمون جيدا بأن المجلس الرئاسي في اتفاق جنيف نعطى له عدة مهام، ومن ضمنها مهام المصالحة الوطنية، وعلى هذا الأساس تم إناطة هذه رسم هذه الرؤية أو رؤية المصالحة الوطنية إلى مجلس التخطيط الوطني. مجلس التخطيط الوطني قام بالاتصال بالخبراء في هذا الشأن، ومن أيضا أنا من ضمن هذه اللجنة الذين عكفنا أو الذي عكفنا فيها قرابة العام ونصف تقريبا في وضع استراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية. اشتغلنا على هذا الأساس، وأيضا قدمنا هذه الرؤية، وأيضا أكدنا على مسألة مهمة جدا، المصالحة الوطنية لا تتأتى ولا تتحقق إلا بمسألة العدالة الانتقالية. الشعب الليبي على الكثير منذ 31 أغسطس 1969 تعرض إلى العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، انتهاكات عنيفة سواء كانت من القتل والتشريد، وكذلك الإعدامات الغير قانونية، وأيضا عن مسألة الخطف
وأيضا سلب الأموال والممتلكات وغيرها من الجرائم التي ارتكبت منذ 40 عاما، ناهيك عن الجرائم التي ارتكبها معمر قذافي وخليفة حفتر منذ 2011 وانطلاقا 2014 إلى هذه اللحظة. إذن هناك العديد من المسائل الأمنية والخرقات وانتهاكات الإنسان ينبغي النظر في ذلك. طيب هل التزم المجلس الرئاسي بهذه الخطة التي وضعتموها من أجل إجراء هذه المصالحة؟ نحن أكدنا بذلك، وقيدا قبلنا السيد نفي، أنا قبلته شخصيا مع الأستاذ عبدالله اللافي وشرحت له مسألة المصالحة الوطنية بأنها ضرورة وملحة، ولكن لا تأتي إلا بعد تحقيق العدالة الانتقالية، أي بمعنى هناك قادة أجرموا في حق الشعب الليبي، أيضا ارتكبوا الجرائم العديدة، تعلم منها الشارع الليبي والشعب الليبي يعني منذ عقود، يعني منذ 5 عقود نحن والشعب الليبي عانى الأمرين من هذه الانتهاكات. كيف على المجلس الرئاسي أن يسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية بدون النظر إلى كل ما يتعلق بجبر الضرر وأيضا المحاكم أو إدانة هذه أو إدانة المجرمين حول أو تجاه أعمالهم التي ارتكبوها، بالتالي تترك المصالحة لمن يعفو سواء كانت المتضرر أو المظلوم أو بشكل يعني متفق عليه عندما يكون هناك فعلا عقوبات ضد من ارتكبوا هذه الجرائم. ولكن خلال الملتقيات السابقة سواء كانت الملتقى الذي أشرفت عليه حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي لاحظنا التركيز على مسألة واحدة وهي مسألة المصالحة الوطنية فقط، وكأنهم يقولون بأن العدالة الانتقالية بعد الانتخابات بعد أن تكون هناك رئاسة. في الحقيقة بالعكس، يعني إذا أردت تأجيل المصالحة الوطنية ينبغي تأجيل العدالة الانتقالية، ينبغي تأجيل المصالحة الوطنية إلى ما بعد الانتخابات، ولكن هم يريدون تنفيذ المصالحة الوطنية حتى يتسنى للمجرمين للدخول للانتخابات وبطبيعة الحال ظلم. هذا يصب فيما قاله فيصل معتيق قبل قليل أن ما جره محاولة الالتفاف حول العدالة الانتقالية. أعود إليك سيد فيصل. سيد فيصل، مما أثار لغطا كبيرا هو مسألة العلم والنشيد ورفض أنصار النظام السابق للعلم والنشيد الوطنيين، كان هناك يعني استنكار لهذا الأمر واعتبر العلم والنشيد من الثوابت الوطنية، لكن على الصعيد الرسمي وهنا يعني سؤالي، على الصعيد الرسمي المجلس الرئاسي قال بأن هذا الأمر محسوم دستوريا ولكن ما جرى هو مجرد تعبير عن الرأي، لكن الحكومة كان رئيس الحكومة كان موقفه أكثر صرامة وقال بأن لا يمكن التنازل عنه بأي شكل من الأشكال. كيف تقيمون المواقف الرسمية المتمثلة في موقف الرئاسي وموقف الحكومة من هذه القضية؟ طبعا هذا مؤشر يلائم عليه اولا الناس اللي هم يعني منظمين لهذا الامر والمسؤولين على موضوع المصالحه اللي هو عبد الله اللافي، هذا مؤشر. ولكن نقول لك يعني قلنا موضوع العلم وموضوع النشيد هذا امر بسيط من الفكر وتوجهات هذه المجموعه، هذه الشله المجرمه اللي الازلام النظام السابق، النظام الانقلابي، النظام اللي جعل اللجان الثورية يعني عاتت في الأرض فسادا، وهم كانوا يقتلوا في الناس ومعروفة 7 أبريل والمشانق اللي نصبوها، هؤلاء هم الذين نصبوا المشانق وقتلوا إخواننا وأهلنا وأبنائنا، وهم جزء من الذين ارتكبوا المجازر في بوسليم. إذن هؤلاء لا يمكن التصالح معهم، هذين مجرمين لا يمكن. حتى إذا كان احنا نبي نعمل عملية تصالحية على مستوى الوطن لا يكون فيها هؤلاء الأشخاص، لا يكون فيها هذه الرموز ولا هذه الوجوه اللي قاعدين لحد الآن هم يناصبوا في العداء، وهم ينظرون إلى ثورة 17 فبراير على أساس أن ثورة يعني أتت بالفساد والدمار للوطن، وهم يعني عملاء الناتو وهذه التسميات وهذه، وهم عاملين جبهات أستاذ عبد الرحمن، عاملين جبهات لمحاربة 17 فبراير. وبعدين نقول لك حتى يفهم الليبيين، يعني 17 فبراير هي التصالح مع الليبيين، هي نفسها
17 فبراير لم تأتي لتحكم، 17 فبراير لم تقدم أي شخصية ولا 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 أي قيادة لحكم البلاد. 17 فبراير فتحت الباب لكل الليبيين. إذن هذا هو التصالح، هو هذا هو حسن النوايا، هذا هو يعني قمة الوطنية. 17 فبراير هي قمة الوطنية. نتصالح مع من؟ احنا فتحنا الأبواب، يعني نتصالح مع ناس، يعني احنا فتحنا لهم الأبواب بعد كل هذه التضحيات وبعد كل هذه الدماء وهذه المعاناة، يعني لإسقاط ذلك الدكتاتور، ذلك المجرم الذي يعني أساء حتى لديننا، أساء لعقيدتنا. يعني مش معقول يعني وبعدين نفتح الأبواب للي حتى كانوا معاه على اساس يكونوا وطنيين وعلى اساس يعني نتشارك في بناء الوطن ونتشارك في الحياة في هذا الوطن و و و و, و, و يعني تحريره والمضي به الى الامام. يعني 17 فبراير هي تصالحية لم تأتي لتحكم. مشروع حفتر، مشروع الكرامة اللي يحكم. يعني على ذكر حفتر، على ذكر حفتر يعني اسمح لي استاذ فيصل، استاذ فيصل معي يعني على ذكر حفتر اسمح لي ان انتقل. ومشروع هديمة ما يعرف بالخضر هو مشروع انتهازي، مشروع متخلف. هم ينادوا بانهم يحكموا. احنا فبراير ما نادتش، ولذلك هو هذا التصالح. فبراير هي التصالح للليبيين، واضح الفكره، واضحه، عبرت عنها باكثر من طريقه سيد فيصل معيتيق. على ذكر حفتر دعني انتقل الى ضيفي عبر سكايب الدكتور الياس البارون. الدكتور الياس، في غضون هذا الاسبوع ايضا جرى الحديث عن لقاء كان بين المنفي وخليفه حفتر، ومعهم هذه المره عقيله صالح. اللقاء مع حفتر هو اللقاء الثاني يعني في أقل من أسبوع أو في غضون أسبوع، حيث جرى لقاء سابق بين عقد الملتقى المصالحة في القاهرة، ثم جرى أيضا يوم الأحد لقاء ثاني بين المنفي وحفتر وحضره أيضا عقيلة صالح. قيل بأن كان لمناقشة التشريعات الانتخابية، تشريعات انتخابية يعني توافقية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. السؤال هو يعني هذه اللقاءات المتتابعة والمتتالية التي يتم تسريبها تسريبا، ما الذي يجري إعداده وطبخه في القاهرة؟ الدولي وأيضا المبعوث الأمريكي للمخابرات، وكالة المخابرات الأمريكية في ليبيا، رأينا أن هناك زيارات أو مقابلات بين الشرق والغرب، وايضا هنا في رساله توصل من قبل عقيله صالح، وايضا المنفي موجهه، منفي موجهه لعقيله صالح وايضا موجهه الى حفتر، متعلق بتوحيد المؤسسه العسكريه، وفي نفس الوقت ايضا تخضع الى ان تكون تحت سيطره الحكومه، حكومه مدنيه. ايضا اذا هناك بعض التوافقات وبعض ايضا الرسائل التي يتم توصيلها عن طريق المنفي. وايضا هناك ايضا برنامج سيوضع فيه حفتر في هذه اللعبه الاخيره، اين موقع حفتر من العمليه السياسيه الان ستحاك. هناك بعض التسريبات بان حفتر سيبتعد من عن طريق ما يسمى بالقياده العامه للجيش، ويستقيل من منصبه ويلق له منطقة الجنوبية، وأيضا إدخال بدل له هو ابنه معتصم أو صدام. صدام يعني صدام، نعم. إذن هناك بعض السيناريوهات التي سيتم الاتفاق حولها مع خليفة حفتر. بالمقابل أيضا نجد أن المنفي في الفترة الأخيرة حاول أن يقدم رؤية ولكن لم يفلح، إلا عندما دخلت الآن أمريكا وبكل قوة. شهدنا المنفي تحركاته هنا وهناك لإيصال بعض الرسائل، أي بمعنى أصبح المنفي هنا كأنه خيط التواصل ما بين الشرق وبين الغرب. أي هل سينجح المنفي في ذلك؟ سنشاهده بعد حين. واضح. طيب سيد فيصل معيتيق، أنتم يعني كنشطاء مدنيين وممثلين لحراك الشارع، هذه اللقاءات التي تعقد في الكواليس وغير المعلنة، كيف ترقبونها وكيف يعني تنظرون إليها؟ هذه مثار ريبه بصراحه، هذه كارثه، هذه ننظر لها ان احنا بصراحه، ولكن هذا نلام فيه انفسنا استاذ عبد الرحمن،
وأنا توجهت عدة مرات لإخوتنا وللثوار وللقياداتهم، يعني لا يمكن أن يترك هذا الأمر، لا يمكن أن نكون بهذه الطريقة، لا يمكن. يعني بعد كل هذه التضحيات اللي تحدثنا عليها مش معقول، يعني يبقى يعني مصير البلد، مصير الوطن يعني يقرر من 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 جهات يعني إلى هالدرجة، يعني يجوا حتى كثيرين من هذين اللي مثلوا النظام السابق موجودين في العاصمة وهم أكثر تأثير من أبناء فبراير في المشهد وفي في 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 الدولة، في دولة ومؤسساتها أكثر تأثير من أبناء فبراير، يعني مش معقول يعني لهالدرجة. هذا نتيجة خلل كبير في فبراير، ولذلك فبراير تحتاج من أبنائها إلى قرار مهم وجريء وصحوة، وأن تحاسب نفسها وأن تنظم نفسها، وأن لابد أن بصراحة اللي يكون فيه حوار عميق ونتدارس يعني الخلل اللي وصلت له فبراير، شيل الأسباب وكيف يمكن تلافيه وكيف يمكن يعني الخروج منه وتقوية فبراير ومشروعها الوطني، وكيف نوصل بأهدافها إلى النهاية، كيف تحقق أهدافها. لابد فبراير لا يمكن أن نرضى يعني بناس تناصبنا العداء وهم في مشاريع يعني للقضاء علينا ويتهمونا بأن احنا مجرمين، يعني واحنا اللي أعطيناهم الفرصة أن يتحدثوا ويكونوا موجودين في العاصمة وموجودين في ربوع الوطن، وهم ينصبون العداء بهذه الطريقة وأبناء فبراير يحموهم يضمونهم. طيب اليوم طيب يعني في المجلس الأعلى كثيرين ونصبون نعم العداء وأبناء فبراير هم الحراس. نعم مش معقول فيصل. يعني هذه اللقاءات اسمح لي فقط يعني حتى أناقشك في فيما تطرحه، هذه اللقاءات جاءت بعد زيارة رئيس المخابرات الأمريكية إلى طرابلس ولقائه بحفتر وعدد من المسؤولين الليبيين. هناك أيضا تصريحات ل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يتحدث عن تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في ليبيا. رئيس المخابرات الليبية يقول لا مرحلة انتقالية ثالثة، لابد من المضي قدما لإجراء الانتخابات. هل تعتقد بأن في ظل الضغط الأمريكي أو التوجه الأمريكي الآن للذهاب نحو الانتخابات بعيدا عن أي مسارات موازية فرصة كبيرة من أجل إجراء هذه الانتخابات، كيف تنظرون للموقف الأمريكي؟ بالتأكيد يعني فبراير هي من تنادي بالانتخابات. فبراير جت نادت بالانتخابات وأجرت الانتخابات في 12 يعني في بداية المشوار فبراير، يعني أجرت انتخابات ونزيها بشهادة العالم. ولكن الانتخابات في هذه الأوضاع، احنا وصلنا لأوضاع خطيرة، يعني حاليا مش غير انتخابات بس، الانتخابات مرات حتى الانتخابات احنا يعني تشكل مشكلة علينا، لأن الخيارات، لأن الواقع أصبح مشكلة، يعني الواقع أصبح مشكلة، يعني ناس ترى أن سلاح 17 فبراير مشكلة للوطن، وهذه قضية، هذه قضية معناها ناس يعني نيتهم مش طيبة، نيتهم مش بناء الوطن للجميع، يعني نيتهم أن هم ينقلبوا على فبراير، ولذلك أنت تحتاج لمن يحافظ على هذا المسار الديمقراطي، يحافظ على المؤسسة المدنية. ولذلك هم عطلوا موضوع الحرس الوطني، موضوع الحرس الوطني ليس لفبراير بس، هذا يوجد التوازن بين القوى التي تستهدف فبراير، تستهدف المشروع المدني، وبين القوى اللي هي يعني تدعم المشروع العسكري وتشكل خطر للانقلاب على المشروع المدني في أي لحظة. إذا نحن نحتاج لمؤسسة تضم أبناء فبراير المؤمنين بفكر الدولة المدنية، المؤمنين بالديمقراطية، بالحرية، بالتداول السلمي على السلطة، نبي قوة تحميه وتكون وراه وتدعمه. لابد أن يكون هذا موجود في المشهد، في جسم الدولة. الحرس الوطني هذا جزء يؤمن الدولة وليه مهمة خاصة من ضمنها الحفاظ على المسار الديمقراطي والحفاظ على الدولة المدنية، وهو يكون جزء من الدولة مثل المؤسسة العسكرية التي للأسف ما زالت لم تبنى على أسس وطنية صحيحة. وهذه مسؤولية الخمسة بصراحة اللي هم من طرفنا، وللأسف هذه ما بصراحة يعني حطوا نفسهم في وضع سيء جدا، وربما حتى نتهمهم يعني بنوع من الخيانة،
ونوع من محاولة يعني تمرير مشروع حفتر وهذه الصورة بأنه هو مؤسسة عسكرية، وللأسف هي مجرد مجرمين، مجرد كتائب أمنية تحميه وتحمي بلاده وتستند لحس قبلي واضح. سيد فيصل، واعذرني للمقاطعة لأن لم يتبقى لدي الكثير من الوقت، أريد أن أتحول إلى الدكتور إلياس الباروني. دكتور إلياس، عقب زيارة رئيس المخابرات الأمريكية إلى طرابلس بعدها بأيام، كانت هناك زيارة أيضا يوم الأربعاء تقريبا لرئيس المخابرات التركية هكان فيدان، التقى فيها أيضا مسؤولي الليبيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة الليبية. بالأمس الخميس أيضا كان هناك رئيس المخابرات المالطية رفقة وزير الدفاع المالطي في طرابلس. هذا الحراك لرؤساء المخابرات لدول إقليمية وعالمية وقدومه إلى طرابلس إلى ماذا يشير؟ يعني ما الذي يعنيه؟ نعم، هذا التحرك الدولي والإقليمي نتيجة تحرك الولايات المتحدة الأمريكية في الملف الليبي. عندما وضعت أمريكا الملف الليبي ضمن أولوياتها، فأين الاتصال وحراك إيطاليا، مالطا، وأيضا تركيا عندما ختمت هذه الزيارات بالكامل ذلك بالتنسيق حول الدفع نحو حل الأزمة الليبية بأسرع وقت ممكن. إذن الدخول الولايات المتحدة الأمريكية سيعطي دفعة جديدة وقوة للتحرك في نحو الاتجاه لحل الأزمة الليبية. في السابق كان دور الولايات المتحدة الأمريكية ضعيفا وفاترا جدا، بل بالعكس كان معيدا لخليفة حفتر عند تم دعمه من قبل السيد ترامب، ولكن عندما دخل جون بايدن إلى الولايات المتحدة الأمريكية هنا رأينا تغير في التعاطي السياسة الخارجية الأمريكية في الملف الليبي، وأيضا زاد من أولوياته عندما تم التنسيق بين الحكومة الوحدة الوطنية والولايات المتحدة الأمريكية في عملية توحيد الجهود نحو مكافحة الإرهاب، وخاصة في متعلق أخيرا الذي ترى حولها الجدل في تسليم السيد أبو عجيلة مسعود المريمي إلى السلطات الأمريكية. بالنهاية دكتور إلياس الباروني، دخول الولايات المتحدة الأمريكية بقوة هذه المرة على الأزمة الليبية إلى أين سوف يدفع باختصار؟ هل سوف يدفع إلى إطالة أمد هذه الأزمة أم إلى حلها وإجراء الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يطالب بها الجميع؟ نعم، هذا التعاون بين الحكومة الوحدة الوطنية ومع الولايات المتحدة الأمريكية في جانب مكافحة الإرهاب بطبيعة الحال سيعمل على زيادة دفع وتعامل الولايات المتحدة الأمريكية نحو اتجاه وبسرعة لحل الأزمة الليبية، وبالتالي أصبحت هناك اتصالات أمريكية أيضا مكوكية من قبل الدول المؤثرة وخاصة دول الجوار إيطاليا ومالطا وأيضا تركيا التي قامت بدور فعال في الفترة الماضية. شكرا جزيلا لك دكتور إلياس الباروني، أستاذ العلاقات الدولية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر سكايب من طرابلس. كما أشكر الأستاذ فيصل معيتيق الناشط السياسي والمدني، كنت معنا من استديوهاتنا في مصراتة. أشكركما جزيل الشكر، والشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام على كرم متابعتكم، وإلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر دمتم في أمان الله يحفظي، والسلام عليكم. شكرا. We'll be right back.